تحضيو من ثقافه ومن السحر. هذا الفيديو غادي يكون نداء عاجل، اللي تفرج في هذا الفيديو يبارطاجيه. وهادشي اللي غادي نقول لكم الاخوان شفتو بعيني هادو، داكشي علاش هادشي اللي غنهضر معاكم نصيحه لوجه الله، بحكم ان عندي متتبعين كيتبعوني كيتيقوا فيا، بغيت ندير هذا الفيديو باش ننصحهم لوجه الله. كلكم كتعرفوا السحر وكلكم كتعرفوا الثقاف شناهو. الثقاف راه فيه بزاف ديال الانواع، ثقاف على الرزق، ثقاف على نتوما داكشي اللي نتوما في بالكم اي داكشي، يعني ثقاف باي حاجه كيوقف لك اي حاجه. وهادشي شكون اللي كيديروا؟ كيديروا السحاره وكيديروا دوك الناس اللي ما عندهمش الضمير، اللي ما عارفينش باللي راه كاينه واحد الاخره وما عارفينش باللي كاين واحد الحساب عند الله. فداكشي علاش ركزوا معايا مزيان فهادشي اللي غادي نقولوا، لانني انا شفت واحد الانسان البارح شتو كان ناجح، شتو كان واصل، شتو كان داير بزاف ديال الحوايج، ومنين عرفت القصه ديالو ضريت لداخل وقررت انني ندير هذا الفيديو هذا باش اي واحد تفرج فيه يحضي راسه، ويحضي راسه من اقرب المقربين. ونعود نقول من اقرب المقربين، العائله ديالو، صحابه، اي واحد. في هذا الوقت راه ولا الشيطان كيلعب باي واحد. يقدر يكون دابا معك شي صاحبك انت تايق فيه وكتقول هذا ما يمكنش يقدرني، هذاك صاحبك يقد شي نهار يسحل ليك. هذيك خالتك، هذيك عمتك، هذاك خالك، هذاك عمك، هذاك خوك، اي واحد خصك في هذا الوقت دابا تحضي معاه. فاللي بغى يدير بهذه النصيحه اللي غادي نقول ليه دير بها، اللي ما بغاش واللي ما كيتيقش في هذا الشيء واللي كيقول هذا الشيء خرافات، غير بين قوسين هذا الشيء ديال السحر وهذا ديال الثقافه، هذا الشيء راه ما عندناش حنا غير المجتمع الاسلامي والمجتمع العربي ولا المجتمع الافريقي، ولا راه كاين حتى في الغرب، حتى في امريكا، حتى في اوروبا، يعني المجتمعات اللي كنقولوا حنا مجتمعات متحضره راه عندهم هاد ليكزورسيزم وعندهم هادشي ديال ليكزورسيست وهادشي ديال هاد الحماق هذا راه عندهم حتى هما. يعني هادشي راه بصح، راه شي حوايج لا اله الا الله. شنو هما وكيفاش كيسحروا؟ السحور الاخوان راه في انواع، يقدر يسحر لك في الماكله، هذا كيتسمى التوكال. تقد مثلا شي واحد انت تايق فيه عشيرك كذا هادي، يجيب لك شي طبسيل ويحط فيه التوكال، تاكل داك التوكال ضعتي، المعده ديالك ضاعت، المراد ديالك ضاع، رزقك غادي يوقف. لاننا فاش كنقولوا التوكال فهموني اش كنقول، خاصنا نعرفوا باللي الجهاز الهضمي والمعده مرتبطه بالدماغ. فاش كنقولوا الدماغ والمعده مرتبطين بعضياتهم، الا كان الدماغ مضرور، الا كانت المعده مضروره، الدماغ اوتوماتيكمون كيضر. وشنو هو حنا شنو اللي كيحركنا وشنو اللي كيعطينا الموتيفاسيون باش نخدم؟ الدماغ، العقل ديالنا. دونك فاش المعده كتكون مضروره 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 ومطحونه اوتوماتيكمون، هادشي الانسان اللي ما كيامنش بين قوسين كيقول لك لا راه ما كاين لا سحر لا داك الشيء خرافات. انا ما نقولش لك الخرافات، انا نقول لك من باب العلم. الباب العلم كيقول باللي المعده هي دماغنا الثاني، يعني هذا الجهاز الهضمي هو دماغنا الثاني. ملي كيدير لك داك التوكال، داك التوكال راه سم. التوكال ملي كيحطوا لك راه كيحطوا لك راه ما كيبانش. انت ملي كتنوض كتاكل داك الشيء راه اوتوماتيكمون كيطراو لك شي حوايج. اول حاجه صحتك كتبدا تدهور بشويه بشويه، لانك التوكال كيبدا عليك بشويه بشويه. ثانيا المورال ديالك ما كيبقاش، يعني انت مثلا كتكون في واحد القمه ديال القمه، هذاك التوكال كيلعب لك على دماغك، ما كتبقاش في القمه، كتولي مسطح، كتولي هبيل. كاينين ديكا شفتهم انا شخصيا الاخوان كانوا في القمه من القمم ونباطحوا بسبب التوكال وبسبب السحر وبسبب هذا المرض اللي كيديروا قلالين الضمير وقلالين العفه والمحسده والمغياره، اللي كيسحب لهم باللي الدنيا راه دايمه، الدنيا راه فاينه، الدنيا راه فاينه، الدنيا فاين انت المحسد المغيار الخبيث اللي كدير هذا الفعيل هادو. سمع مزيان، انت اللي كدير ولا انت اللي كديري هذا الفعيل، راه الدنيا راه ما دايماش، الدنيا راه فاينه، غيجي واحد الوقت وغتمشي، ومني غتمشي ديك الساعه غتحاسبي عند الله. وعرفي باللي الكارما، ولا عرف انت باللي الكارما، كارما صعيبه. شنو هو الكارما؟ هو الانتقام الالهي، هو انتقام الكون، هو انتقام اي حاجه، انتقام ذاك الانسان اللي ضريتيه انت، حيت انت محساد، حيت انت مغيار، حيت انت خبيث، وعمرك غتعيش مزيان في حياتك، وخا دير اللي درتي غتبقى ديما مكروه، وغتبقى ديما خبيث. وهذا الميساج لاي واحد كيدير هذا الشيء. ولاو طرق اخرين الاخوان، سمعوا مزيان، قلت لكم دابا التوكال، قلت لكم التوكال كياكلوا الناس، هذاك التوكال كيبقى في المعده، هذيك المعده كتعطيه رسائل للعقل،
العقل كيولي ما خدامش مزيان، فاش كتولي مسطي كتولي غادي في الحماق. علاش كيقول لك وهذاك السيد راه مشى في الحماق، هذاك السيد مشى في العباد بالسبب داك الشيء اللي حطوا لك في الماكله. وشكون اللي كيدير اغلبيه الوقت دابا؟ انت واش غادي تاكل من البراني؟ واش اللي جا غتاكل؟ غتاكل من شي واحد انت تايق فيه، انت كتعرف قد يكون من العائله قد داك الشيء. اخويا شوف الدنيا هذه ما شوف، حضي من عند من تاكل، حضي سالينا حضرك الانسان اللي من تاب بينك وبين راسك كتقول حضي. صعيب صعيب ديك اللعبه غتقول وهذاك فلان وهذاك، وخصوصا العائله، خصوصا العائله وصحابك اللي معاك. دوك شنقول لك سي من تحضي من دوك صحابك، دوك صحابك ودوك العائله ودوك بحال هكا. انا شوف راه شفت واحد لوكا البارح، اقسم بالله العظيم اللي بسببه قررت ندير هذا الفيديو هذا، وعائلته هما اللي داروا لي هذا الشيء. عائلته انهم حصلوا من بعد واعترفوا، خالته هذه اللي دارت لي هذه الهيبات. داك الشيء علاش كنقولكم انا حري وديروا اتونسيون، اللي يجيب لك طبصيل وما ياكلش معاك فيه. وهذه هي النقطه اللي بغيت نشير ليها، الشيء اللي جاب لك الطبصيل وقال لك كول وما ياكلش معاك في داك الطبصيل، هذاك ما تاكلش فيه. الا بدا كيدخل ويخرج في الهضره وبدا يتمتم واك هو الطبصيل، خويا بغيتي مرحبا ناكل انا وياك، اجي نضرب انا وياك ناكل وكذا، داكشي غناكل انت غتاكل هذا. انا ديال الوقت. ثاني الحوايج دابا اللي ولا تكنولوجي هي قضيه لابيل، طريقه جديده للسحر الاخوان. لابيل عيط لك شي واحد في التليفون، شي نمره كتعيط لك وكتقول لك الا قلتي الو، هذيك الو كيسحروا منها. والاخوان راه ما كنزيدش فيه، راه حقيقه هذا الشيء. هذيك الو ملي كتقول الو زعما الو ولا نعم ولا اي حاجه، هذيك اللعيبه كيسحروا لك من فاش تعيط لك شي نمره. سمع مزيان، ها راه فيديو تحذيري وانذاري. فاش شي واحد يعيط لك شي نمره ما كتعرفهاش، ما تقولش انت الو، ما تقولش الو. هذا الفيديو الله يرضي عليكم الاخوان ديروا ليه التعميم، سيروا صيفطوه لصحابكم لحبابكم اللي بغيتو، اللي عيط لك. شوف هذا الفيديو اللي كندير انا صدقه لوجه الله، باش نعتق اي واحد اللي باغي شي واحد شي واحد هاد البلانيت هادو. راه طرق السحر ولاو بزاف، راه من غير التصاور وهادشي راه من ولا من الصوت. الله يحفظنا من النشراره ومن الناس الخبيث اللي ولينا عايشين وسطهم، وهاد الخبث وهاد الحسد وهاد التمح سديد. ويشوف شي واحد راه غير فتي ولا شي حاجه كيولي حاسدك، كيولي باغي يطيح منك، وانت اصلا ما درتي ليه حتى شي وزه. اللي عيط لك يقول لك الو هاديك دا، ما تقولش انت الو، عيط لك النمره سكت حتى هو يهضر عاد دوي. راه بعض المرات ولا انت الى النمره ما كتعرفهاش ما تجاوبش عليها، النمره كتعرفها تعرف مولاها شكون حتى هو يقول لك الو، هو اللي عيط هو اللي يقول الو، ماشي انت تقول الو. الا بقى ساكت وكذا ما تقولش انت الو، هذيك الو قفارت 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 ديالها بالصحه الاخوان. وهذه نصيحه، قد تكون انت كنتي مع وحده وهذيك الوحده خليتيها ولا ما عادش نطرا بيناتكم وكذا، راه انتقام من قلت تمشي عند واحد يدير لك هاد العيبات هادو. راه اللي كيحس براسو وما هواش، اللي كيحس براسو مرفوع، اللي كيحس براسو الدنيا ما راه عرف راه باللي راه بحال والو عندك امور ديال السحر. ونعاود نقول هاد الامور كاينه مذكوره عندنا في القران، اللي كيامن بالله وبالرسول ديالو داك الشيء راه عارف باللي هاد الشيء راه مذكور في القران، وهاد الشيء راه كاين والسحر حق. وهادشي ما عندناش غير في المجتمع ديالنا، ما عندناش حنا غير المسلمين اللي عندنا هادشي، كاين في المسيحيين، عند اليهوديين، عند اللي ما كيامنوش نهائيا، عند دوك السحر الكابالا اللي كاين في الدول الافريقيه. هادشي راه كاين، وهادشي راه كاين، راه الناس ما كيهضروش على هادشي، ما كيدويوش على هادشي، قوه الخبره لا حق النفسيه لا، راه هادشي حتى هو راه داخل في هادشي. بنادم يمشي يصلي، بنادم يمشي يذكر الله، بنادم يمشي يقرا القران، قراو القران وصليو، قراو القران وصليو، وما ديروش الثقه، ما ديروش الثقه، ما ديروش الثقه، ما ديروش الثقه. اللي بغى يدير بهاد النصيحه يدير بها، اللي ما بغاش غادي تخيبر عليا تخيبر على راسك. انا قلتها لك دابا في هذا الفيديو، انا حيت انا اللي كيقول لي انا الحاجه اللي كنحس بها كنبغي نبارطاجيها كنبارطاجيها، ما كندير لها ورقه لا ستيلو، كنشعل الكاميرا وكنهضر وكندوي من الداخل ديالي. من نهار بديت الفيديوهات وانا بحال هكا، لانني انا كنصح من قلبي من الداخل
حضيو ريوسكم، حضيو ريوسكم. لي عيط ليكم، لي عيط ليكم. لا تشوفش انت خيتي هذا هو. لا الو نعم لا وياك. الو نعم لا لا نصيحة خذوها من عندي، اللي كيحس براسو ما هواش مرفوع كدا كدا، مشي يقرا على راسو القران، مشي يدير ليه الرقيه، مشي يترقى. راه بزاف الناس ترقى ولاو بخير، وما تمشيش عند دوك اللي كيديروا التجاره بالرقيه والتجاره بالقران الكريم. ما تمشيش عند دوك الناس، رقي راسك براسك، شعل القران، اسمع القران، بدا تصلي، بدا توضى، دير شي حوايج، سير راه غتولي بخير. فهذه هي النصيحه ديالي. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو. الله يعاونكم.